يلا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، انا دلوقتي بقدم لكم فيديو عن شويه معلومات هقولها لكم عن برج القاهره، والنهارده انا هحكي لكم عنه. انا دلوقتي فيه، هو كان اتبنى سنه 1956 لغايه سنه 1961، وكمان اتبنى على شكل زهره اللوتس المصريه، واتفتح سنه الرئيس جمال عبد الناصر، عارفينه طبعا. واحنا دلوقتي في الدور ال 62، وهو والاسانسير بيطلعك لغايه الدور 61، وبعد كده انت بتوديه لغايه، وبعد كده انت بتطلع الدور الاخير لغايه، بعد كده انت بتطلع الدور الاخير على رجلك. عرفتوا ها؟ والنهارده احنا هنوريكم، شايفين كل الحاجات ديت، شايفين الملاعب تحت اهيت النادي الاهلي والزمالك والفروسيه، وكمان في اهوت نهر النيل اهوت موجود، شايفينه دوت نهر النيل، والعربيات اهوت في الطريق ماشيه، والملاعب كره اهيت، وشايفين في بسين اهو، بس طبعا مش شايفين اللي هو متغطي. وبصوا في جناين اهي، بصوا في جناين موجودة تحت اهي، جناين اهي، وهو شايفين كل الانوار اللي تحت اهي والعربيات. بصوا في هنا، ويا ريت الناس تزور برج القاهرة، هيعجبكم جدا لو انتوا رحتوه. وانا دلوقتي في اهوت، وبقول لكم يا ريت ان انتوا تزوروها، تنبسطوا جدا فيه، وهبقى اعمل وهشوفكم في فيديو جديد. ودلوقتي احنا بننهي الفيديو، وبنقول لكم هتلاقي هنا فيديو جميل من فيديوهاتنا، وكمان لو ضغطت هنا هتشترك في قناتنا، وكده مش هيفوتك اي فيديو لينا. كمان ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان ما يفوتكمش اي جديد. اشوفكم في فيديو جديد، باي.